سادسا، تقول السيدة عائشة: فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر. أقول: كيف نفسر هذا؟ وأنا قلت لكم سابقا إن شاء الله بعون الله وبتزديد الله أثبت لكم وهن وتفاهت ما يعتقد به شيخ التيمية وما يعتقد به أتباع التيمية وما يعتقد به الدواعش، الخوارج، المارقة، القتلة، أهل الإرهاب وسفك الدماء، ومن كتبهم وبأبسط أسلوب وبأوضح أسلوب وبأتم حجة وأبلغ حجة. لا نذهب بعيدا في إثبات بطلان ما عندهم، لأن ما عندهم أوهن من بيت العنكبوت، لا يملكون إلا الفراغ، الفراغ الفكري، العقلي، القلبي، الإيماني، فراغ في فراغ، سفاهة في سفاهة. إذن لاحظ، لم نخرج من مسلم ومن البخاري ومن أجواء مسلم ومن أجواء البخاري، فضلا عن الخروج من الأجواء العامة للفقه والتاريخ والتفسير والثقافة الإسلامية السنية، لم نخرج عن هذا الأمر. إذن مما يعتقدون بأنه بعد القرآن أو فوق القرآن، نأتي بما يفند ما يعتقدون به. إذن النقطة السادسة، يقول: فالتمس مصالحة أبي بكر مبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر. أقول: كيف نفسر هذا؟ هل يوجد تفسير مقنع يأتي به إلينا أحد مواطن أخطأ بحق الحاكم الإمام الخليفة ولي الأمر، فخالف إجماع الأمة وبقي ممتنعا عن البيعة، بل ومحرضا مع زوجته وأهل بيته ضد الخليفة والسلطة الحاكمة، إلى أن من الله عليه بالتوبة، بل اضطر إلى المصالحة ولجأ إليها مكرها، فهل يعقل أن يكون هذا المواطن الخاسر المخطئ العاصي، طبعا بين أقواس، فهل يعقل أن يكون هذا المواطن الخاسر المخطئ العاصي المتمرد التائب المعترف الطالب للعفو والمغفرة المضطر المكره على المصالحة، هل يعقل أن هذا المواطن هو الذي يفرض شروطه على الدولة ورئيس الدولة وكل أجهزة الدولة؟ سبحان الله والحمد لله على نعمة العقل. لاحظوا كيف نخرج من السياسة ونرجع إلى السياسة. السياسة جزء من المجتمع، جزء من الحياة، السياسة هي الحياة، والسياسة هي مواكبة الحياة والتعامل مع الناس والمجتمع والجماهير بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما فيه إبراء الذمة للإنسان. إذن لاحظ، مواطن خالف، أخطأ، عاند، حرض، خرج بتظاهرات، اعتصم، سبب الفتنة، خالف الإجماع، ويوجد نصوص لا ننسى: اضربوه بالسيف كائنا من يكون. ومع كل هذا نجد أن هذا المواطن، لسنا نحن من يقول، وإنما سيدة عائشة رضي الله عنها هي التي تقول بأن علي عليه السلام هو الذي فرض شروطه، فهل يعقل أن هذا المواطن هو الذي يفرض شروطه على الدولة ورئيس الدولة وكل أجهزة الدولة؟ سبحان الله والحمد لله والحمد لله على نعمة العقل. النقطة السابعة، أقول: سبحان الله سبحان الله، الإمام علي عليه السلام هو الذي يفرض شروطه، إنها شروط المنتصر، شروط صاحب الحق، شروط الولي الذي لا تأخذه بالله لومة لائم. فعلي عليه السلام هو الذي أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا. لاحظ لاحظ الأسلوب، لسنا نحن من نقل هذا، السيدة عائشة عليها السلام هي التي قالت أن علي عليه السلام هو الذي أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا. فعلي عليه السلام هو الذي أرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، واشترط عليه أن لا يأتنا أحد معك. هذا نص عبارة السيدة عائشة: لا يأتنا أحد معك،
واشترط عليه أن لا يأتنا أحد معك، خاصة عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه يستجيب لشروط علي عليه السلام، بل حتى عمر رضي الله عنه لم يعترض على ذلك بل أقر بذلك، وكان موقفه معبرا عن الخوف على أبي بكر من أن يكون وحده، فقال لا تدخل عليهم وحدك، لكن أبا بكر لم يسمع منه فذهب وحده، بمعنى أن عمر رضي الله عنه كان على استعداد أن يدخل مع أبي بكر، إذن ليس عنده مانع في الاستجابة لشروط علي عليه السلام. لذلك أقول فقد استجاب أبو بكر واستجاب عمر لشروط علي، وعلي المفروض هو في مقام مواطن قد خالف وعصى وتمرد واعتصم يستحق ضرب بالسيف كائنا من كان، ومع هذا استجاب الخليفة الأول والثاني لشروط علي وأتوا لعلي إلى البيت، أو كان عندهم الاستعداد للمجيء إلى علي والاستجابة لشروطه، واستجاب أبو بكر، وعمر كان عنده الاستعداد لكن كان شرط علي بعدم مجيء عمر. أقول وأبو بكر يستجيب لشروط علي، بل حتى عمر رضي الله عنه لم يعترض على ذلك بل أقر بذلك، وكان موقفه معبرا عن الخوف على أبي بكر من أن يكون وحده، فقال لا تدخل عليهم وحدك، لكن أبا بكر لم يسمع منه فذهب وحده، فبالرغم من كل الذي حصل من فاطمة وعلي وآل النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذه المواقف من خلفاء المسلمين من أجلاء الصحابة وأمتها تجاه علي وأهل بيت النبي الأطهار عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلام، فما بال المسلمين لا يقتدون بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في هذه المواقف، وما بال الأكثر والسواد الأعظم انقادا لتغريرات ومكائد وافتراءات وشيطنة الخوارج المارقة، حتى وصل أهل الإسلام إلى ما وصلوا إليه بسبب أفكار السموم والغدر والنفاق والتكفير والتقتيل والإرهاب الداعشي المارق.